رئيس الوزراء النهارده عقد عدد من الاجتماعات، في مقدمتها اجتماع مع اتحاد الصناعات لتنسيق للمؤتمر محاور مؤتمر الاقتصادي. الاجتماع حضروا المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، الدكتور هاني محمود الوزير الاسبق وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، وطبعا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وكامل اتحاد الصناعات زي ما انتم شايفين. الاجتماع تناول عدد من الامور، تناول الاعداد للمؤتمر الاقتصادي، رئيس الوزراء هيقابل الشعب كلها بعد ذلك في اجتماعات منفصله، يعرف هم ماذا يمكن ان يطرحوا في المؤتمر الاقتصادي، ولكنه ايضا تناول مشكلات الصناعه، يعني وده جزء مهم جدا، ماذا يريد اهل الصناعه من الحكومه من تيسيرات حتى يستطيعوا الاستمرار. احنا بنتكلم عن تعميق الصناعه، بنتكلم عن الاهتمام بالصناعه في الفتره المقبله، طب ماذا يريد اهل الصناعه؟ ايضا السيد رئيس الوزراء التقى بمحافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله لاستعراض عدد من الملفات. انا عايزه اقول انه في هذه القضيه بالذات احنا بنلاحظ علاقه غير مسبوقه كانت في الفترة الماضية، لم تكن كذلك، ولكن علاقة مهمة جدا بين وتنسيق مهم بين الحكومة وبين المركزي. احنا وما بزعش سر، هناك اتصال يومي بين رئيس الوزراء وبين محافظ المركزي كل يوم، ده غير اللقاءات، يمكن ده رابع او خامس لقاء بينهم منذ تعيين السيد حسن عبد الله قائما باعمال المركزي. هذا التنسيق مهم جدا لانه البنك المركزي لا يعمل منفردا، هو صحيح مستقل بالقانون وبالدستور، ولكنه غير مستقل عن سياسة الدولة، وهو ده التنسيق اللي احنا كنا عايزين نعرفه ان يحصل، وهو ده التنسيق اللي كنا دايما بننشده ولم يكن موجودا. فالحقيقة ان احنا سعداء بهذه العلاقة وهذا التنسيق المهم عشان يبقى فيه هارموني، يبقى السياسات النقدية تمشي مع السياسات المالية، ويبقى فيه نقدر نزيل العقبات ونرسم طريق افضل للمستقبل.